تحية للوطن من رجال أوفياء صدقوا العهد وأوفوا الوعد وبذلوا الجهد، فلحماية الوطن فالمهمة حماية وطن. يواصلون الليل بالنهار بعزيمة لا تلين وبقوة ضاربة على أي معتد آثم لئيم، فالجيش المصري الملاذ الآمن والحصن الحصين. الجيش المصري هو الضمير الحر للوطنية المصرية، أقسم رجاله أن يفتدوا مصر وشعبها بأرواحهم وأجسادهم. ليس لديهم هدف سوى تغليب المصلحة الوطنية العليا ونتاجا لحجم التدريبات والاستعدادات المكثفة التي قام بها الجيش المصري خلال الفترة الماضية. كانت مناورة استراتيجية يقوم بها الجيش المصري بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وجميع القيادات والهيئات والإدارات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك لردع كل من تسول له نفسه المساس والعبث بسلامة الشعب المصري. صون أرض وبحر وجو بأعلى جاهزية دون كلل وبكل دأب، فالقوات المسلحة هي الحصن والسند. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، وهذه الحلقة وموضوعات عدة سنطرحها خلال هذه الحلقة وبعض من حصاد 2020 وأيضا جهود الدولة في التنمية الشاملة. وستصحبنا في هذه الجولة ضيفتنا والتي هي رائدة في الدعوة للتنمية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي، نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا. وفي ضوء إنجازاتها العديدة اختيرت عام 2014 باعتبارها واحدة من أقوى 100 امرأة عربية في ريادة الأعمال، واختيرت أيضا ضمن قائمة أهم 20 امرأة في العلوم الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الإسلامي من قبل مجلة مسلم ساينس ببريطانيا. إنها وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث جامعة بنها، والمحاضر والزميل بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الأستاذة الدكتورة غادة عامر. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، تشرفنا وحيك نورتينا النهارده. ربنا يخليك. وفي هذه الحلقة سنستعرض بعض من حصاد 2020 ونسور السماء أبطال القوات الجوية، تلك القوات والتي تضم أحدث أنواع المقاتلات والمروحيات على مستوى العالم، حيث تنوعت الطائرات الحربية داخل الجيش المصري لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها لحماية الأمن القومي المصري. وقد أكد قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي أن الجيش المصري لديه قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة أي ما يهدد
أمن مصر القومي. إليكم مشاهدينا فقرة من حصاد برنامجنا لعام 2020 وجزء من لقاء سيادة الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية أثناء احتفال القوات الجوية بالعيد السنوي لها والذي يوافق يوم 14 من أكتوبر. نتابع. يعتبر التأمين الفني للوحدات والتشكيلات ورفع الكفاءة القتالية ركيزة أساسية من ركائز القوات المسلحة المصرية. كيفية الحفاظ على هذه الكفاءة والتأمين؟ هو احنا عندنا لما نيجي نعرف الكفاءة القتالية بنعرفها من بعض الاتجاهات، من بعض المحاور. محور التدريب، محور التدريب ده احد المحاور. الحمد لله احنا عندنا القدرة على تطوير برامجنا في التدريب بما يتوائم مع ما ندبره من ذخائر او حتى المتقدم منها، بنوجد من الوسائل اللي نتعامل بيها مع تطوير التدريب، لان هو التدريب الحقيقه هو الاساس في النجاح. الجزء الثاني هو الصلاحيه الفنيه، في بنتعامل مع الشركات المنتجه، مع الفندرز المختلفين، بنتعامل مع معانا بذاتنا ان احنا في بعض الحاجات اللي ممكن نوائم بينها وممكن نخش في جزء بسيط من التصنيع المشترك باعتماد من الشركة المنتجة، لان مش كل حاجة ممكن تتعامل، لازم يكون في اعتمادية من الشركة المنتجة للتأكيد على امان وسلامة المنتج. حضرتك توجهها يا فندم لنسور وحماة سماء مصر في عيدهم 88. ربنا يحفظكم ودايما للعلا في سبيل المجد. تحقيق العلا ده مش بالكلام، بالعمل، والعمل العمل، التدريب التدريب التدريب. والحمد لله ما شاء الله عليهم، عندهم من الطاقة على العمل ومن القدرة على التدريب وابتكار وسائل التدريب حاجة ما شاء الله متميزة، وهم ان شاء الله يكونوا احسن مننا كتير جدا بإذن الله. إلى العلا في سبيل المجد. ووفقا وحسب موقع جلوبال فاير باور، فتحتل قواتنا الجوية المرتبة رقم 9 عالميا على قائمة تضم 137 دولة. وتعقيب حضرتك الأستاذة الدكتورة غادة عامر على هذه المنظومة والتحديث للأسلحة سواء في قواتنا الجوية أو غيرها من القوات. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني الكلمة اللي قالها سيادة الفريق محمد عباس حلمي، قصة ان احنا بيتم الابتكار في التدريب وان احنا دلوقتي بنشارك في التصنيع بموافقة الجهة المصنعة، ده تحول ان احنا نمتلك ادوات التكنولوجيا ونمتلك التسليح الحديث عن طريق ايدي مصرية. طبعا ده يطمئن ان احنا داخلين في طريق جديد، ودي فعلا لمصر بقالها فترة ماشية عليه، ان احنا نمتلك ادواتنا، ان احنا نجيب التكنولوجيا ونتعلم ازاي تصنعها مع الشركة المصنعة ونطور فيها، بحيث ان احنا بعد فترة يكون عندنا امكانية ان شاء الله في تصنيع وحدات خاصة بالقوات الجوية مصرية 100%. طبعا احنا هي التاريخ قديم، مصر من زمان كانت بدأ بالطائرة قاهرة 2 وكان عندنا إنجازات كتيرة، بس توقفنا فترة، وإن شاء الله أنا شايفة أن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح دلوقتي، أن إحنا نمتلك الأدوات بالضبط والمعرفة الخاصة المصرية. صحيح. كمان أنا حضرت مرة لقاء لسيادة الفريق وعجبني جدا الكلام، قال أن إحنا بنتدرب حتى على الأدوات اللامتماثلة، يعني في حالة لا قدر الله ما كانش في إنترنت، ما فيش جي بي إس، إحنا بنقدر نستخدم الأدوات التقليدية ونرجع تاني، ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة أن إحنا بنعتمد على التكنولوجيا الفائقة، ولكن لابد أن نتدرب لكل المواجهات
التدخلات المحتمله في حاله لا قدر الله كان حرب لا متمثله بادوات متقدمه قوي او ادوات بسيطه قوي. لازم يكون عندنا كل التدريبات لضباط. ده حقيقي ده حقيقي. وقواتنا البحريه وحوش البحر البحريه المصريه فمنذ عام 2014 قد دخل السلاح البحريه المصريه في عمليه تحديث عاجله ودقيقه استهدف من خلالها استباق التحديات التي كانت ترى القياده السياسيه والعسكريه ملامحها في افق الشرق الاوسط. وثمار هذه العمليه الناجحه والغير مسبوقه من التحديث التسليحي الشامل مكنت سلاح البحرية المصري من أن يتبوأ المركز السابع على مستوى العالم حسب تصنيف Global Firepower. والفقرة التالية مشاهدينا في حصاد هذه الحلقة وأجزاء من حصاد 2020 جزء من لقاء سيادة الفريق أحمد حسن قائد القوات البحرية أثناء أيضا احتفال القوات البحرية بالعيد السنوي لها. كونوا معنا. مشاهدينا لازلنا في شهر الانتصارات شهر أكتوبر المجيد، وتزامنا مع شهر أكتوبر المجيد ومرور 47 عاما على انتصار أكتوبر سنة 73 بيسعدنا أن نكون موجودين في القوات البحرية المصرية واحتفالا بالعيد السنوي 53 للقوات البحرية المصرية نستضيف سيادة الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية. أهلا بحيك يا فندم. أهلا بحيك يا فندم. الحقيقة تاريخ القوات البحرية المصرية ليه سجل وافر من التضحيات والبطولات في سبيل تحديد الاحتفال. شهر الانتصارات شهر أكتوبر المجيد، وتزامنا مع شهر أكتوبر المجيد ومرور 47 عاما على انتصار أكتوبر سنة 73 بيسعدنا أن نكون موجودين في القوات البحرية المصرية واحتفالا بالعيد السنوي 53 للقوات البحرية المصرية بنستضيف سيادة الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية. أهلا بحيك يا فندم. أهلا بحيك يا فندم. الحقيقة تاريخ القوات البحرية المصرية ليه سجل وافر من التضحيات والبطولات في سبيل مصر وشعبها العظيم. ما أسباب اختيار هذا اليوم بالتحديد الاحتفال بعيد القوات البحرية؟ طبعا السبب التاريخي والرئيسي يعود إلى قيام لنشات الصواريخ المصرية في 21 أكتوبر عام 1967 بتوجيه ضربات الصواريخ البحرية لأول مرة في تاريخ البحر الحديث ضد أحد مدمرات العدو في التوقيت ده أمام شمال بورسعيد. طبعا الهجمة اللي نفذتها أو هما هجمتين تحديدا اللي نفذتها لنشات الصواريخ كانت ناجحة، أدت إلى تدمير كامل للمدمرة الإسرائيلية إيلات وغرقها في البحر عليها أكثر من 140 من أطقم البحرية الإسرائيلية وطلبة الكلية البحرية الإسرائيلية. فطبعا ده كان عمل سجل بأحرف من ذهب في تاريخ القوات البحرية، بل بالعكس في التاريخ البحرية الحديث، لأنه كان أول استخدام فعلي للصواريخ البحرية، وحدث بعد كده تطور كبير جدا في تكنولوجيات التسليح بناء على هذا المعركة اللي قامت بها القوات البحرية الإسرائيلية. طبعا احنا عارفين منظومة التسليح في القوات البحرية المصرية متعددة المصادر متعددة. التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والدول العربية أيضا التدريبات دي هي أيضا مصدر هام جدا للاحتكاك و
طفرة تكنولوجية هائلة في منظومة تحديث للتسليح والكفاءة القتالية. وتعقيبك يا دكتور غالي. طبعا حصل طفرة كبيرة جدا بدليل اللي حصل من أسبوع فات تقريبا، تم إطلاق الفرقات المصرية صناعة مصرية 100% بورسعيد والجلالة، وطبعا دي بأيدي مصرية، ودي بداية التحول اللي هيحصل إن شاء الله إن احنا نمتلك أدوات تكنولوجية خاصة في القطاع القوات البحرية. هو توجه القيادة السياسية على جميع المستويات، سواء بقى في القوات المسلحة المصرية أو في أي قطاعات الدولة، إن احنا نمتلك التكنولوجيا ونمتلك الأدوات التنمية الشاملة اللي هي خاصة إن أنا تضمن لي الأمن. فطبعا العرض اللي تم دلوقتي القوات البحرية قايمة بالتطوير قوي جدا، تطوير مستوى. حتى التدريب في تدريبات مختلفة كتيرة جدا، والتدريبات على التكنولوجيا الحديثة مش بس التكنولوجيا التقليدية. أيضا دلوقتي بيتم حتى في أسلوب المناورات، أسلوب المنوفر باستخدام بعض الأدوات الذكاء الاصطناعي، بس لسه بادئين فيها. فطبعا في تحول بيحصل في الدولة، وده بيشعر المواطن بالأمان إن احنا نواكب التكنولوجيا الحديثة، وإن احنا لم نبقى على العصر القديم، بالعكس قواتنا المسلحة بتتطور يوم بيوم وتتطور أقوى من الحمد لله بفضل ربنا، يمكن من تعتبر من رقم واحد في الشرق الأوسط في التطوير في التقدم التكنولوجي الخاص بامتلاك الأدوات الحديثة. وموضوع حلقتنا النهاردة التنمية الشاملة للدولة، وبنفس يعني كل ما يحدث في هذه المرحلة من تحديث سواء في قواتنا المسلحة وأيضا في قطاعات عديدة في الدولة، ومن واقع تخصص حضرتك الدقيق والمعني بما وصل إليه العالم من تطور في البحث العلمي والابتكاري واللي أوصل العالم للثورة التكنولوجية الرابعة، الثورة الصناعية، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، فكيف ترصدين ملاحقة مصر لهذه الثورة الصناعية الرابعة وأيضا أثرها على تنميتها الشاملة؟ هو بفضل ربنا وفضل قيادة سياسية واعية احنا بدأنا في الموضوع ده من بدري، يعني احنا كانت الثورة الصناعية الرابعة يمكن في دول في منطقتنا كانت لسه بدأت فيها بعد ما احتس الكورونا، بعد ما جت الجائحة، لكن مصر كانت مصرة من قبلها، وده كان يدل على استشراف، وان ما يتم في الدولة المصرية بيتم عن طريق دراسة واستشراف المستقبل. فتم توجه الدولة المصرية بامتلاك ادوات الثورة الصناعية الرابعة زي ما تفضلتي قلتي، الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء، السيارات الكهربية، الكوانتم كمبيوتر، السايبر سيكيورتي. ومصر بدأت تحط استراتيجيات قوية لهذه الامور، لانها يعني استشرفت ان ده المستقبل، ده من 2016 بدأت الدولة المصرية تقر استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ودي استراتيجية واضحة ليها محاور مهمة، بدايتها تعريف المواطن المصري حتى اللي مش خلفيته هندسية يعني ايه ادوات الذكاء الاصطناعي، يعني ايه اهميته، ازاي يفعل الشغل حتى عشان يقدر يكون عنده مركز قوي واثاره على حياته. بالظبط كده، واثاره كمان ازاي يتطور ويلاقي وظائف في ظل عصر متغير في جميع الوظائف. صحيح، مع التحول الرقمي. بالظبط، مع التحول الرقمي والدخول الروبوتات، يعني ممكن يتم استبدال بشر بروبوتات. ايضا في الامن السيبراني مصر حطت استراتيجية الامن السيبراني، وكانت مصرة مع وزارة الاتصالات ووزارة البحث العلمي ومع برضو الهيئة الهندسية المصرية ان هم ازاي يتعاونوا عشان يحطوا تدريبات ل 100,000 مبرمج و 100,000 شاب مصري، عشان يقدر بعد كده ان احنا يكون عندهم قدرة على البرمجة وايضا على الحماية من قدر الله من اي هجمات تحصل على الدولة المصرية. فده برضو تتغير كان بيحصل، وده من قبل حتى جائحة الكورونا. يعني ليه انا بقولك قبل الجائحة؟ لان الجائحة جت سرعت في طبعاً الدول كلها موضوع طبعاً التحول الرقمي وامتلاك ادوات الثوره الصناعيه الرابعه. صحيح، احنا حتى في التعليم ما قبل الجامعي كان التوجه ان احنا نمتلك التابلت والطلبه تبدا تفكر بشكل بحثي. صحيح، وليس بشكل نقلي. صحيح، فاحنا الحمد لله كنا بادئين، لما حصلت جائحه الكورونا احنا من الدول ما تاثرناش. ايضا في بحوثنا، يعني احنا عشان كان عندنا تغير وكان في تقدم في موضوع بحث الجينوم مثلا، احنا عندنا مركز الجينوم ودي احد اهم ادوات الثوره الصناعيه الرابعه. كانت مصر بدات تشتغل في ابحاث الكورونا، ونعتبر احنا من اوائل الدول في الشرق الاوسط لنشر البحث العلمي في مجال فيروس الكورونا والفاكسين بتاعه، في نشر البحث العلمي. فطبعا ده التقدم، وده يدل ان احنا كان عندنا امتلاك ادوات. في توجه قوي جدا في كل قطاعات الدوله ان احنا كوزارات او كدول او كدوله ما يبقاش عندنا جزر منعزله، اللي بيشتغل كله بيشتغل مع بعضه في استراتيجيه واضحه. انشانا جامعات جديده الفتره اللي فاتت في الذكاء الاصطناعي، انشانا اكاديميه انترنت الاشياء، عملنا تحالف مع جامعات دوليه. يعني الدوله المصريه بترفض دلوقتي ان انت تقولي لي انا جامعه كذا من اي دوله، لا قولي لي الاعتماد ايه، قولي لي انت مطلعه مخرجات ايه زي اللي هناك، عشان اتاكد ان اسم الجامعه دي اللي ترمز لدوله خارجيه فعلا محقق الشروط اللي زي الدوله الخارجيه. صحيح، وعندنا في العاصمه الاداريه دلوقتي طبعا التوجه ان احنا نعمل جامعات دوليه على ارض العاصمه الاداريه وبشهادات بقى، وان احنا هنجيب الاكسبرت من بره ان هم يدرسوا عندنا ويحضروا عندنا. عظيم جدا. وكمان يعني من ضمن حتى قناعات حضرتك ان النهوض بالبحث العلمي مسؤوليه مشتركه ما بين الحكومات والمجتمع المدني، كيف يتاتى ذلك؟ هو فعلا البحث العلمي منظومه، وهو ما ينفعش
يكون تتحملها الدولة لوحدها، ده هو مسؤولية المجتمع المدني والأفراد كمان، يعني كل فرد، وخاصة مرة تانية في ظل الثورة الصناعية الرابعة نحن نواجه تغير كبير. يعني ما ينفعش ان انا اقول انا ماليش دعوة، انت مالكش دعوة للأسف مش هكون لك مكان، لان التغير حاصل حاصل، ولازم تمتلك الأدوات انت كفرد وكجهات حكومية وجهات خاصة وجهات مجتمع مدني. فالمجتمع المدني او منظمات المجتمع المدني تدعم الدولة في ان في بعض الأماكن الدولة ما تقدرش تخشها لان الدولة كبيرة، وعشان تغير استراتيجية وتعمل ما تقدرش تعمل ده. منظمات المجتمع المدني تقدر تفيد انها تعمل تدريبات، انها تقدر تغير الادوات بسرعه بتاعت امتلاك ادوات الثوره الصناعيه الرابعه، وخاصه انها مؤهله لدوت، تقدر عن طريق المتطوعين اللي عندها تنشر ثقافه امتلاك ادوات الثوره الصناعيه الرابعه. عشان في بعض الناس الدوله بتقول انا هعمل تحول رقمي، انا هعمل تغيير في كذا وكذا، بعض الجهات بترفض وبتعوق ده. منظمات المجتمع المدني تقدر تدعم نشر الثقافة وتوضيح أهمية التحول الرقمي وامتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة. تقدر إن هي عن طريق الفاندريزنج أو جلب الأموال إنها تودي الأموال دي في اتجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة في أدوات التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وتنشئ وتجرب وتدرب الناس وبالتعاون مع ناس تانية. وخاصة إن المجتمع المصري على فكرة إحنا عندنا ثقافة التطوع منتشرة جدا، والشباب كتير بيحبها في الجامعات. صحيح. فلما تبقى في منظمة مجتمع مدني تتعامل مع الشباب وتدربهم وتخليهم كمان متطوعين، ده بيساعد الحكومة في نشر الثقافة ويبقى كده التدريب، عشان نخلي عندنا ناس عندهم فكر امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، الجينوم، كوانتم كمبيوتر. فطبعا ده المجتمع المدني مهم. ومرة تانية أصبحت العصر اللي فيه اللي احنا فيه ده عصر كاشف، يعني الفرد برضو عليه مسؤولية، مش بس المجتمع المدني ولا القطاع الخاص ولا الدولة. دلوقتي ممكن عن طريق البنك المعرفة عندنا دورات وكورسات فري للمواطن المصري، يخش يتدرب ويتعرف يعني ايه يسمع، يتعرف من خلال بنك المعرفة، بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم. بالظبط كده، ده على فكرة انا بعتبر عليه دورات تدريبية كتير، عليه دورات تدريبية، عليه مراجع، عليه سورس كتيرة جدا، طبعا مراجع وعليه طبعاً افلام من كمان، مكتبات عالمية وهكذا بيتوحى هذا البنك، ولكن ايضا دورات تدريبية وفي افلام كمان وثائقية تشرح فكرة الثورة الصناعية، تشرح فكرة التحول الرقمي. اسمعها، لان انت لما بتبدا تعرف انت فين موهبتك تقدر تعمل ستارت اب وتعمل مشاريع تنموية وانت قاعد في بيتكم، مش محتاج تطلع بره. ودي هنتكلم عن مشاريع بعد كده اللي عملتها وزارة الاتصالات في هذا المجال. صحيح. ومن ضمن ومرحلة بتعيشها مصر ويعني ما يتم على أرض مصر دلوقتي من تنمية شاملة بيشتمل، يعني من ضمن ما بيشتمل عليه منظومات جديدة للتعليم، للصحة، للبحث العلمي، وبتشتمل أيضا على مشاريع قومية كبرى كلنا متابعينها بتساهم فيها وبتشرف عليها مؤسستنا العسكرية ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومجتمعات عمرانية جديدة وذكية وخلافه. فحنتكلم مع حضرتك عن يعني كيف تمثل كل هذه المحاور بتصب ازاي في التنمية الشاملة. ولكن مشاهدينا بعد متابعتنا لهذا اللقاء، وتعد واحدة من أكبر المحطات المتميزة على مستوى العالم في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، إنها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالمحسمة شرق قناة السويس، والتي توظف أحدث النظم التكنولوجية في المراحل المختلفة من المعالجة مثل التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية لمراقبة فعالية عمليات المعالجة والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تنفذها. في هذا الجزء التالي مشاهدينا نتابع بعض من تغطيتنا بهذه المحطة. هذا المشروع الضخم المقام على 10 أفدنة بشرق قناة السويس، والذي يعمل على معالجة 1,000,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف الزراعي وينقلها من غرب قناة السويس إلى شرقها. معالجة مياه الصرف الزراعي بالمحسنة، والذي يعالج 1,000,000 متر مكعب
يوميا هذا المشروع وما يحويه من بيارات، صحرات، محطات للرفع ومحطات لمعالجة المياه. كل ده هنعرفه من خلال لقائنا والمهندس صفتي غريب مدير التشغيل للمشروع. أهلا بيك معنا. نعرف من حضرتك تفاصيل لهذا المشروع وما يحويه. أول حاجة بيتيجي المية عن طريق اتنين رافع غرب قناة السويس، في صحارة أسفل قناة السويس على عمق حوالي 65 متر بقطر حوالي 3 متر و20 سنتي. الصحارة دي بتجيب المية لحد مبنى رافع المياه العكرة. مبنى رافع المياه العكرة يتكون من 8 ترمبات، كل ترمبة قدرة تصرف حوالي 7000 متر مكعب في الساعة وبطاقة رافع حوالي 18 متر. بـ8 ترمبات منهم 6 في الخدمة و2 ستاند باي لأي ظروف طارئة. بيتم دفع هذه المياه بخطين، كل خط 2000 ملم لحد بئر التوزيع الرئيسي. بتيجي المياه بئر التوزيع الرئيسي حيث بيتم حقن المواد الكيماويه اللازمه وهي الشابه، او على حسب مواصفه المياه اللي موجوده. ان انا بيتم المين بروسس هنا او العمليه الاساسيه ان انا باخد المياه بتاعت الصرف الزراعي بدل ما تترمي على بحيره التمساح وتلوث البيئه، انا باخدها بعالجها وبروقها وبعمل لها تطهير على اساس ان انا اطردها على طلع شمال سيناء وتبقى صالحه للري طبقا للمواصفه المصريه القياسيه والعالميه. فبتيجي لبير التوزيع الرئيسي، بعد كده بتتوزع على اثنين فلاش ميكسر او مزج سريع، ومن المزج السريع بيتم نقل الميه للمزج البطيء. كل ده المطلوب فيها ان الشابه او الماده المجمعه تجمع كل المواد العالقه اللي في الميه وتكبر حجمها فتسرع من مدى الترسيب بتاعها. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هنا بالنسبه لنا الانشاءات كلها راسيه، فبالتالي انا عندي نقطه رفع واحده اللي هي الترمبات للرفع المياه العكره بترفع في بئر التوزيع الرئيسي، ومنه كل المحطه بعد كده بتبقى جرافيتي لحد نقطه الطرد. وطبعا بيوفر كتير جدا في الطاقه المستخدمه لاعاده معالجه المياه. كيفية مراعاة فروق المناسيب؟ تمام يا فندم، تم مراعاة فروق التناسيب. الأول إن أنا بالنسبة لي برفع أعلى نقطة على بعد 18 متر، ومنها بيتم التوزيع للتانك المزج السريع ثم المزج البطيء ثم المراوات. أنا عندي حوالي 4 مزج سريع، وعندي حوالي 20 و20 مزج بطيء، وبعد كده 8 مراوات، كل مروق أنبوبي مسؤول ان هو بيقلل حجم المساحة، وده بيساعدني كتير جدا في تكلفة انشاء المشروع. ان انا بقلل حجم المساحة وبسرع زمن الترسيب، ده بالنسبة لي بيديلي جودة عالية جدا من المية اللي بدخل بيها بعد كده على 28 ديسك فلتر. ال 28 ديسك فلتر بقدرة ترشيح حوالي 20 مايكرون، فالمية اللي خارجة اقل بكتير جدا من المية اللي احنا بنتعود هنا عليها هنا في مصر ان احنا نقدر نروي بيها، فبتبقى فعلا مطابقة لمواصفات القياسية المصرية. وبعد كده بتنزل في الكلورين كونتاكت تانك. الكلورين كونتاكت تانك ده خزانات ساعتها انا عندي اثنين، كل واحد 8000 متر مكعب، بيتم فيه عملية التطهير بحقن الكلور بحيث ان المية تبقى خارجة من عندي من الكلورين كونتاكت بالجرافيتي برضو لحد الترعة اللي موجوده بتاعت سيناء. فبالتالي المايه دي بتبقى بطاقه انتاجيه يوميه حوالي 1,000,000 متر مكعب، وكلها بتبقى مطابقه للمواصفات المصريه القياسيه. وعندي اجهزه اونلاين انلايزر بتقدر على طول طبقا للسكادا سيستم والبروجرامنج اللي تم ان هي لو في اي مشكله في المايه ومواصفاتها مش كويسه بتبتدي نتعامل معاها على اساس ان احنا لازم دايما نصرف المايه على طرقه سيناء وطبقا للمواصفه المصريه القياسيه العالميه. كمان في 41 بدال للري، لري 70,000 فدان في سيناء، حضرتك تكلمنا على ال 41 بدال. تمام، احنا مبدئيا احنا بالنسبه لنا بعد ما صرفنا بالثمانيه مراوات ودخلنا على 28 ديسك فلتر خرجنا بالميه بتاعتنا المنتجه لطرقه سيناء. في بقى نقطه ثانيه السلاجنج سيستم. السلاجنج سيستم او اللي هو الطينه اللي المفترض انا فصلتها من الميه دي. الطينه دي بتروح عندي بتترفع بتروح على 3 سكمر او 3 مغلظ، كل مغلظ حوالي 1500 متر مكعب، بتبقى الكثافه بتاعتها 1:100 زي ما قلت لحضرتك، وبعد كده بغلظها خليها 3% وبوديها على مبنى التكييف الرئيسي. مبنى التكييف الرئيسي ان انا بفصل السلاج بشيل كل المايه اللي منها
وبرجع اعاده استخدامها تاني. على فكره المحطه دي يعتبر زيرو ليكويد ديسشارج او ما فيش ويست ليها، ما فيش اي فاقد ولا اهدار. لا، الويست الوحيد اللي موجود عندي هو السلاجنج اللي انا باخده من هنا عن طريق كهيئه كيك وبصرفه من المصرف العموميه اللي هي الروبا او الطينه، اللي هي الروبا اللي هي بعد كده اعاده استخدامها تاني في مكان تاني. عظيم جدا، وعشان كده احنا استعرضنا مع حضرتك المراحل الدقيقة لكيفية عمل ومعالجة المياه عشان السادة المشاهدين يعرفوا قد ايه هذا المشروع بالفعل ضخم جدا، وده اللي أهله مرة تانية بنقول ده اللي أهله لجوائز عالمية. تمام يا فندم، تمام يا فندم، نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا حضرتك، شرفتونا ونورتونا في أعظم مشروع في مصر. لمعالجة الصرف الزراعي بالمحسمة من بحيرة التمساح وصولا لأراضينا في سيناء لريها أكثر من 70,000 فدان في سيناء، وهذه المحطة من ضمن منظومة محطات أخرى لمعالجة مياه ليس فقط الصرف الزراعي ولكن أيضا صرف صحي وأيضا تنقية وتحلية المياه في محطات عديدة أخرى، ومنظومة تكنولوجية جديدة بنعتمد عليها دكتور في هذه المعالجة، تكلمين عنها. تمام، هو المنظومة اللي استخدمت دي أهلت المشروع ياخد جوائز دولية من ناحية إنه مشروع استجابة من أول مكان قبل ما يتنفس كلوحة ورسم على إنه كانت فكرته ابتكارية، ودي هقولك عنها دلوقتي. أيضا أن المشروع خد أفضل مشروع من ناحية التنفيذ وسرعة التنفيذ، وكان مفروض ينفذ على 24 شهر نفذ على سنة. الفكرة اللي اتعملت فيها في موضوع ابتكاري في الموضوع، الفكرة الأولانية التنمية المستدامة وضمان المواصفات العالمية أن المنتج كله بيطلع في الآخر ماليش أو بيأثر على البيئة، من هو بياخد كل المخرجات الصرف الزراعي ويدخلها على الشبكة ويتم يعني معالجتها بشكل كويس، حتى الخارجي بيستخدمه بعد كده في أسمدة أو في بعض الصناعات، ما بيطلعش غير الروبا اللي هي بتكون زي الطين يعني بس، فده بيأثرش على البيئة، بالعكس دوت مع البيئة. لكن الجميل في الموضوع إن هم استخدموا عن طريق الديزاينر أو التصميم الرأسي إن كل تنقل المياه في أثناء مراحل المعالجة لا يعتمد على الطاقة، بس مرحلة أولى في عملية الرفع الأولانية وبعد كده على الجاذبية الأرضية على الجرافيتي، فطبعا ده جديد جدا وده وفر في الطاقة بنسبة 70%، ما عشان كده خد أفضل مشروع على مستوى العالم فيه إنه قدر يكون شكل ابتكاري جديد. أولا وفرت طاقة، الموضوع شكله جديد وفر كتير جدا من ناحيه الكوست كمان، ان الكوست بتاثر جدا بالكهرباء، فطبعا دي اثر، واثر كمان في اثر على البيئه ان انت ما عادش في الخرج بتاع المشاكل الكهربيه انه اثر اللي بتاثر على البيئه، فطبعا حافظتي على البيئه. ايضا من الامور الاخرى الكويسه في الموضوع دوت انه معالجه الصرف الزراعي اللي كانت بتتم كانت بتاثر على بحيره التمساح وكانت بتاثر على الثروه السمكيه، فطبعا تم معالجه الكلام ده وبدات الانتاج السمكي يزيد دلوقتي. احنا الخارج بتاعها 1 مليار متر مكعب بيقدر يغذي او يفيد من 50,000 ل 70,000 فدان زراعه، وزراعه بمياه جوفيه او مياه متميزه معالجه بشكل صحيح، ممكن كمان تكون ليها اثر كويس جدا على البيئه في المستقبل. فطبعا المشروع كله متكامل من ناحيه الانشاء، من ناحيه التنفيذ، من ناحيه استخدام ادوات تكنولوجيه ابتكاريه جديده، من ناحيه ان هو نظام متكامل. ايضا زي ما تفضلتي قلتي تم استخدام التكنولوجيا الحديثه في عمليه المراقبه عن طريق السكادا سيستم، فاي عطل او اي حاجه في مشكله خارج المياه هيبان عنده على الشبكه يقدر يعالجها بسرعه. فطبعا مره ثانيه هو نظام متكامل، نظام تم بايدي القوات المسلحه الهيئه الهندسيه المصريه مع شركات مصريه 100%، الفكره والتنفيذ كلها مصريه، فطبعا ده تغير جديد برضو، وانا بشوف ده ممكن بقى يتكرر في كذا مكان خاصه مع ازمه المياه اللي واجه العالم كله مش بس المنطقه بتاعتنا، فطبعا ده يفيد جدا، وخاصه ان احنا فعلا عندنا صرف زراعي كتير جدا مهدر، فطبعا ده هيفيد جدا الفتره الجايه. فاصل مشاهدينا ثم عودوا الينا.
على ذكرنا لهذا المشروع واللي بتشرف عليه قواتنا المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. نتكلم يا دكتور على مشاريع أخرى تنموية وبتصب فعلا في جهود الدولة للتنمية الشاملة وبتشرف عليها قواتنا المسلحة. هو أكثر مشروع أنا بشوفه ده إنجاز ده حتى على مستوى الشرق الأوسط اللي هو المركز القيادة الاستراتيجي اللي تم بمعرفة الهيئة الهندسية وقواتنا المسلحة طبعا مع الاشتراك مع ضباطنا الاحتياط من المهندسين. الفكرة بتاعته أن بيتم قيادة الدولة من اللي اتكلم عنها سيادة الرئيس وفتحها من حوالي 3 أسابيع اللي هي 14 متر تحت الأرض مستخدمين كل أنظمة التحكم الحديثة عشان لقدر الله في حالة الأزمات أو في حالة القيادة والسيطرة لقدر الله في هجمات من أي نوع تقدر مركز القيادة والسيطرة دوت يقدر يشوف كل مصر ويقدر يتحكم في كل الأمور ده اللي في العاصمة الإدارية جديد بالظبط كده. وطبعا ده بإشراف الهيئة الهندسية ودي كانت ميزة إن احنا نكون عندنا المنظومة كلها مصرية 100% وده نوع من أنواع الأمن القومي لأن مشكلتنا إن احنا لو دخلنا شركات أجنبية بدون وجود أولادنا أو أيدينا المصرية فيها مشكلة. ايضا من المشاريع اللي نفذت من الهيئه الهندسيه المصريه المدن الذكيه طبعاً. المدن الجيل الرابع اللي أيوة. العالم كله متحول فيها على فكره على مستوى العالم ما فيش كتير مدن ذكيه يعني كم دوله او كذا لكن احنا دخلنا في المضمار ده باربع دلوقتي مدن بورسعيد والعاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديده وبنعمل كمان مدينه رابعه بحيث ان احنا يكون عندنا المنظومه الجديده اللي تطبق في اكتر من محافظه في المستقبل. طبعا ده بيحافظ على التنميه المستدامه بيحافظ ان احنا بنكون بنواكب العصر ايضا بيفعل وجود الاستثمارات الاجنبيه في هذه الأماكن لأن أنا أي كمستثمر دلوقتي بيدور على التكنولوجيا الحديثة بيدور على مكان يبقى متكامل فيه كل الأنظمة اللي تضمن السستينابيلتي أو التنمية المستدامة حسب بالضبط كده. فطبعا ده ساعد جدا. أيضا من المشاريع الأخرى الطرق اللي بتتم في كل مكان الأنفاق يعني أنا فوجئت سيادة الوزير كامل الوزير لما كان بيتكلم إن تم حفر الأنفاق تحت الزمالك أنا بقيت مبهورة لأن استخدام تكنولوجيا جديدة ومنطقة الزمالك منطقة حرجة لأن طبعا المباني قديمة جدا وتم الحفر والانتهاء وداخلين على منطقة الكتكات فطبعا ده كله بدون ما الناس حاسة وفي شغل شغال فوق الأرض وتحت الأرض بقواتنا المسلحة طبعا والهيئة الهندسية ورجال مصر كلهم الشرفاء اللي هم شغالين في خدمة المواطن المصري مش خدمته بس إن وجع لمصر فعلا أن تكون قد الدنيا إن إحنا يكون عندنا كل الأدوات القوية اللي تؤهلنا بعد كده نكون المواطن بيعيش رفاهية ولكن يمتلك أدوات أمن قومي من ناحية الصحة الطاقة الزراعة إن أنت يكون عندي وعي في التعليم عندي هوية الحفاظ على الهوية وده مفهوم الأمن الشامل حاليا إن مصر مصرة عليه مش بس الأمور العسكرية لا هو الأمن القومي في كل الأمور سواء في الصحة في الزراعة في التعليم في أمن هوية الشخص في كل شيء يخصه صحيح صحيح. وزي ما حضرتك ذكرتي يعني يعتبر كل ما يتم من تنمية شاملة يصب أيضا في مسألة اقتصاد كمان هو بيعتمد دلوقتي على التكنولوجيا فنقدر نتكلم على أثار التكنولوجيا على اقتصادنا الوطني وزي ما حضرتك ذكرتي من خلال مدن ذكية ومدن ومجتمعات عمرانية جديدة حتى لو ما كانتش ذكية ولكن بتنتهج نهج جديد فيها كل الخدمات فيها أيضا يعني إذا كان بيبقى فيه زراعات جديدة معتمدة على نظم صوب زراعية جديدة وتحديث لمنظومات بتدعم حتى ثرواتنا الحيوانية ومعانا هذه اللقطات على الشاشة الآن فبالتالي لازم نعرف أن اقتصادنا بينهض بدعم أيضا هو تكنولوجي ولحاق بثورة صناعية رابعة نعرف تفاصيل تمام. هو الفكرة بتاعت أن إحنا العصر تحولنا من عصر التجارة العادية ان انا اجيب منتج ابيعه الى عصر المعرفة الفترة اللي فاتت واحنا دلوقتي بنعيش عصر الذكاء او عصر الثورة الصناعية الرابعة. لاحظي حضرتك الدول القوية في مستوى العالم دلوقتي مين زي دول امريكا زي الصين زي ماليزيا سنغافورة الكيان الصهيوني كلهم لانهم يمتلكوا ادوات التكنولوجيا عندهم المعرفة فطبعا ده بيؤثر على اقتصادهم لما يكون معاهم القوة الاقتصادية تقدر بعد كده تتحكم في العالم كله او تقدر تأمن حتى حدودها فطبعا التكنولوجيا تؤمن الحدود التكنولوجيا ترفع الاقتصاد لان اصبح عندك معرفة محدش يمتلكها فتقدري ان انت تبيعي وتشتري وتعملي منتجات كمان اضافية تفتحي وظائف مختلفة تقدري تنمي فطبعا ده بيفتح مجالات كتيرة جدا. الصين قامت على اقتصاد التكنولوجيا يعني الصين ما كانش عندها ماليزيا أو سنغافورة دولة فقيرة جدا ولكن الهند بالضبط كده هي استخدمت الأدوات التكنولوجية عشان تغير شكل الاقتصاد الداخلي وتفتح المصانع وإن يكون عندها لأن أنت لما بتشتغلي في التكنولوجيا بيبقى عندك ابتكارات كل يوم بيطلع عندك مشكلة يبقى ابتكار جديد فالمشكلة دايما في عصر التكنولوجيا هي فرصة وليست مشكلة التحدي هو فرصة لأن التحدي بيديك فرصة تفكري بشكل مختلف طب أنا أقدم حل إزاي ومعظم الشركات الكبيرة اللي إحنا نسمع عنها هي ما قدمتش منتج قدمت حلول لمشاكل
قدمت افكار ابتكاريه المجتمع بيدور عليها فتلاقي الناس كلها بتشتريها. واصبح العالم دلوقتي منفتح. يعني انا لو عندي المنتج المصري من ناحيه التكنولوجي متميز قوي زي ما احنا دلوقتي عندنا محطه بنبان الطاقه الشمسيه هنصدر للعالم كله. عمليه ربط الطاقه الكهربائيه دلوقتي مصر عملت تحول كبير جدا في منظومه الطاقه في منظومه الكهرباء المصريه. فاصبح ده بيؤهلنا ان احنا نخش منافسه دوليه. فانا دلوقتي اقدر اقعد مع الناس هتبقى عندي قدره اتفاوض حتى مع لا قدر الله عندي مشكله مع اي دوله جاره او كذا. لما انا ابدلها الجزء التكنولوجي بتاعي والاقتصاد زي ما عمل بعض الكيانات او الدول فده بيخلي شكلي كويس مع الناس والناس تبقى خايفه عليا عشان انا بديهم المنتجات الكويسه. بالظبط. يعني بيدي دعم لاي دوله ثقل بالزبط. دولي يعني قبل كده بيبقى من مواقف سياسيه واقتصاديه وهكذا. دلوقتي بمعرفه تكنولوجيه وتميز معرفي وسباق معرفي زي ما حضرتك ذكرتي والكوانتم فيزيكس وقد ايه هي دلوقتي مؤثرة على كل ما يدور في العالم ومصر واصلة لفين في الفيزياء الكمية وتأثيرها على كل ما يتم دلوقتي من تكنولوجيا. احنا عندنا في مصر دلوقتي شغالين بالكوانتم كمبيوتر والكوانتم فيزيكس دي برضو احد البيلرز او احد اعمد الثورة الصناعية الرابعة. احنا عندنا دلوقتي اساتذة يعني مثلا جامعة بني سويف وجامعة سوهاج فيها اساتذة كتير جدا مشهورين في الكوانتم كمبيوتر والكوانتم فيزيكس والكوانتم ماث كمان. فهي في احنا عندنا شغالين وعندنا جهات بحثيه شغاله في هذه الامور عشان نواكب هذه الثوره. طبعا احنا بادئين لان احنا مصر برضو خيبات اتاخرنا كتير لكن احنا خلال 6 سنين أو 7 سنين فاتت بدانا نشتغل وبقوه بدعم البحوث العلميه. اكاديميه البحث العلمي بتوجه ان احنا نمتلك هذه الادوات وبرضو بتدي دعم كويس جدا. وزاره الاتصالات شغاله برضو مع اكاديميه البحث العلمي وصندوق تنميه الابتكارات في دعم البحوث الموجهه زي مثلا بحوث الانترنت الاشياء والكوانتم كمبيوتر او الكوانتم فيزيكس. فطبعا في تغير بس برضو الناس لسه ما كانتش واعيه. يعني انا هقولك على مستوى الدراسات العليا عندنا دلوقتي في تغير ان بيطلب مننا ان تعمل بحوث تخص هذه المجالات. يعني كفايه البحوث اللي احنا كنا بنعملها بعيده عن المجال اللي هي كويسه بس ما لهاش تطبيق واضح. دلوقتي احنا عاوزين تستخدموا الادوات الثوره الصناعيه الرابعه عشان تحلوا مشاكل مصر. وهو دي الهدف الاساسي من البحث العلمي. البحث العلمي ليس فقط للنشر، مهم النشر بس مهم الاهم من النشر ان انا احل مشاكل التطبيق وان انا احل مشاكل او اقدم منتجات دوليه ما بقاش انا بقدم بس اوراق علميه. فده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي في مصر. بس يعني كان في فتره يا دكتور كنا بنواجه يعني ازمه او مساله الحقيقه ان ممكن يبقى البحث قيم جدا علميا ولكن لما يجي يطبق اقتصاديا يكون مكلف للغاية وغيره يتم تطبيقه لانه غير مكلف بالرغم ان ممكن يكون اقل منه في البحث العلمي وخلافه. دلوقتي بيتم يعني تدرج ده ازاي؟ هو المشكلة على فكرة زي ما حضرتك اتفضلتي قلتي ان اساتذة الجامعة المصريين او العرب عامة على فكرة مش مشكلة مش عندنا لوحدنا عندنا بحوث قيمة جدا لكن انا بعرفش اشرحها من ناحية البيزنس ما بعرفش اعمل لها حاجة اسمها بيزنس بلان خطة اعمال. لا انا قصدي بعد ما بيتم الشرح وفعلا هي بحوث قيمة جدا ولكن ممكن ما تؤديش لمكاسب كبيرة لان هي نفسها مكلفة. ما هو عشان ما تعملهاش خطة اعمال من الاول. فهو القصة بدأت الدولة المصرية بتعمل مراكز ريادة الاعمال والابتكار داخل الجامعات تدريب اساتذة الجامعة من الاول قبل ما تعمل بحث تعمله دراسة جدوى وتشوف فين الاند يوزر بتاعك. يعني انت بتعمل بحث ده بهدف حل مشكلة ايه. طب انا ممكن زي ما تفضلتي قلتي اعمل ابتكار واحل مشكلة والمنتج مثلا بتاعي انا بيكلف 10 جنيه وبيجي مرة من اي دولة ب 5 جنيه. الشارع ملوش دعوة ان ده بحث مصري او غير مصري او هو عاوز الحاجة اللي سعرها كويس الكواليتي كويس. فاحنا فعلا زي ما تفضلتي قلتي بدأ يتم تدريب اساتذة الجامعة والطلبة كمان على ريادة الأعمال والابتكار لأن ريادة الأعمال غير رجل الأعمال. رجل الأعمال أجيب منتج من بره وأبيعه ده كويس لكن اللي احنا بندور عليه الدولة المصرية رائد الأعمال صناعة رائد الأعمال لا اللي كمان اللي بيعمل ابتكار ويقدر يسوقه. والابتكار مش شرط يكون حاجة كبيرة جدا. أنا ممكن أجيب منتج من بره أطوره بشكل كويس أستخدم الأدوات المصرية أقدر أعمل زي ما الصين بتعمل وأبدأ أبيع المنتج ده وبالتالي أقدر أحقق اقتصاد نوعي لبلدي وأفتح رائد الأعمال دايما مبقاش فرد. هتلاقي فيه مجموعة ناس معاه في كمان الناس اللي بيعملوا فيدرز او يوزعوا المنتج في بتوع المواصلات هتلاقي استخدم بتطلع كمان وهتلاقي عمل ناشئة كتير. وعشان كده احنا عندنا مثلا في اكاديمية البحث العلمي وزارة البحث العلمي وزارة الاتصالات عاملين مثلا برنامج فكرتك شركتك. ايوه عملنا فكرة مستقبلنا رقمي عملنا قدوتك تك للمرأة عشان كمان المرأة المصرية تقدر تستخدم ادوات التكنولوجيا انها تبيع منتجها. يعني حتى لو انا مش بتاع التكنولوجيا وعندي منتج كويس اقدر اخش المبادرة دي واتدرب ازاي اعمل تسويق الكتروني لمنتجي. بالظبط. فطبعا ده تحول كان احنا محتاجينه لان احنا مش بس الباحثين عندنا افكار كويسه على فكره ده المجتمع المصري كله فيه افكار كويسه وسيدات البيوت عندهم افكار رائعه وشبابنا حتى اللي هم مش خريجين علوم وتكنولوجيا متميزين جدا في الافكار الابتكاريه بس كان عايز حد يدعمه. فالمبادرات اللي بتتم حاليا في الدوله بتقول لك طالما انت بطاقتك مصريه
خش سجل هتلاقي دورات تدريبيه متميزه وفي بعضها بيدي كمان راتب للطالب المتدرب عشان يعمل فرز مين الاشخاص الكويسين عشان هي الدوله محتاجه ده محتاجه سواعد مصريه مختلفه صحيح. فبتدربهم فطبعا عقول نابهه ونابغه وهي حتى الاستراتيجيه المصريه قائمه مش بس على كل الاستراتيجيات هي قائمه على بناء الفرد المصري وبناء الفرد المصري انه لازم يمتلك ادوات العصر الحديث صحيح والامتلاكنا ادوات العصر الحديث وتكنولوجي لازم يكون ليها بنى تحتيه هنعرفها من حضرتك أين يعني المراحل اللي وصلنا لها في تطويرنا وإنشائنا لبنى تحتية تكنولوجية إلى أين وصلنا ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل كنوا معنا بنى تحتية بتتم في مجال تكنولوجيا لتحقيق طفرة وملاحقة من مصر للثورة الصناعية الرابعة وثورة التكنولوجية انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وحضرتك يا دكتور تكلمينا عن البنى التحتية اللي بتتم لذلك تمام أنا بشوف من أهم البنى التحتية أن احنا نمتلك وكالة الفضاء المصرية ودي من أهم أدوات التكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة دي التكنولوجيا الفائقة لأن من أهم التكنولوجيات القادمة تكنولوجيا الفضاء فوكالة الفضاء المصرية دلوقتي موجودة طبعا دي تم إنشائها في 2018 بقرار من سيادة الرئيس الجمهورية صحيح. وكانت فكرتها أن احنا نمتلك ده كان حلم يعني كان حلم صحيح. أن احنا يكون عندنا وكالة فضاء وكالة الفضاء طبعا أهلت أن يكون عندنا دلوقتي أقمار صناعية للاستشعار عن بعد 100% طلعنا القمر طيبة واحد وده للاتصالات وده مهم جدا في التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والشمول المالي عشان يوصل الانترنت للناس عن بعد حتى ما عادش محتاجين يكون في كابلات لا عن طريق الفضاء يقدر يوصل الانترنت وده بيأمن لي البنى التحتية الأخرى في حالة أن أنا مثلا لا قدر الله حصل أي حاجة على الدولة المصرية طبعا الطيبة واحد ده كان بإشراف من الدولة المصرية وكان التصنيع خارجي لكن احنا دلوقتي بنعمل طيبة 2 ب 45% تصنيع مصري ايضا من البنى التحتيه المهمه دلوقتي ان احنا عندنا مركز الاختبارات بالتعاون بين مصر والصين للاقمار الصناعيه في حاله الاطلاق والمشاكل اللي ممكن تحصل لا قدر الله في حاله الاطلاق برنامج كامل وده موجود ايضا في وكاله الفضاء المصريه ان احنا استضافنا وكاله الفضاء الافريقيه على ارض مصر بعد ما اثبتنا ان احنا قادرين يكون عندنا وكاله الفضاء الافريقيه وطبعا ده هيفتح مجالات تعاون مختلفه مع ابنائنا في افريقيا وخاصه ان هم بعد امن قومي بالنسبه لنا وده شيء مهم جدا فده بالنسبه للعلوم المتقدمه اللي هي علوم تكنولوجيا الفضاء ودلوقتي في مبادرات كتيره جدا لكل الدوله المصريه في مبادرات كانت حتى عامله وكاله الفضاء مع اكاديميه البحث العلمي مع مجلس الوزراء ان بيعمل مبادرات لتدريب الشباب المصري انه يسافر بره على حساب الوكاله 3 أسابيع بره مصر يتعرف يعني ايه فضاء يعني ايه وكاله فضاء يعني ايه تكنولوجيا الفضاء ايضا تدريبات ان تدي ماجستير ودكتوراه ايضا في اصرار من القياده السياسيه ان يكون في تصنيع قمر صناعي للجامعات المصريه عشان نعمل عمليه هندسه عكسيه فطبعا ده بنى تحتيه وبتملي كوادر جديده ايضا من البنى التحتيه الجديده كل الجامعات التكنولوجيه اللي تمت احنا عندنا 8 كليات تكنولوجيين وثلاث جامعات وفي 5 بينشأوا دلوقتي عشان نطلع ادوات عندنا الطالب عارف يعني ازاي يشتغل ويمتلك ويبني ادوات الثوره الصناعيه الرابعة كمان الكليات دي تطبيقيه تكنولوجيا تطبيقيه بالظبط كده ما هي دي اساسها فكرتها كده ايضا عندنا مبادره اسمها فيوجن لربط التعليم الهندسي بالسوق ان انت يكون ربط المخرجات بتاعتنا بالسوق والصناعه دي برده مبادره جديده جدا ودي بعمل لها اكاديميه عشان يبقى فكر الصناعه مرتبط بالهندسة
الهندسه، لان احنا بقالنا فتره كان عندنا وظائف. يعني مصر ما كانش عندنا مشكله من ان احنا ما عندناش وظائف، كان عندنا وظائف. أيوة. وكان عندنا خريجين، ولكن الاثنين ما كانوش راكبين مع بعض. حقيقي. دول كل واحد بيتكلم في اتجاه. ده حقيقي. فدلوقتي اللي بيحدث في مؤسسه زي فيوجن دي بتقودها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وزاره الاتصالات، انها تربط الاثنين مع بعض، انها تشوف ايه الجاب اللي كانت موجوده، وتخلي الطالب خارج عارف هيشتغل فين عن طريق حل المشاكل، او هيخترع او هيبتكر شركه ابتكاريه ايه في مجال التكنولوجيا. طبعا وزاره الاتصالات قايمه بدور قوي جدا، وزاره الاستثمار، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، حتى وزاره التربيه والتعليم بدا دلوقتي برضه في دعم الابتكار ورياده الاعمال، عشان تطلع الطالب ايضا يفهم يعني ايه اقتصاد. احنا مشكلتنا كلنا درسنا بس ما كناش فاهمين يعني ايه ابتكار، يعني ازاي اعمل برودكت معين. دلوقتي بيتم تدريب، في مسابقات كتيره جدا بتتم داخل وزاره التربيه والتعليم عشان تؤهل الطالب يفكر بشكل ابتكاري حقيقي. ده غير يعني نسفنا لمنظومه التعليم قديمه كانت للاسف بتعمل فقط على مساله الحفظ والتلقين وهكذا، كل ده احنا بنغيره بحيث يبقى فيه تفكير نقدي وبحثي، وبيبقى فيه مشاركات من الطلبه نفسهم في دراستهم وفي المناهج، وكمان تقييمهم وابحاثهم اللي بيشاركوا بيها. وده محقق زي ما ذكرنا يعني طفره، وهيحقق كمان وكمان. صحيح. وبالتاكيد في مستقبل حضرتك مستشرفاه لمصر في هذه المنظومه الجديده. هو المستقبل مش بس المستشفى، ده المؤشرات الدوليه كمان بتتكلم عنه. يعني زي ما احنا تقدمنا في مؤشر جاهزيه الدوله للذكاء الاصطناعي السنه 2019 كنا 111، وبعد كده بقينا 56، تقدمنا 55 مقعد. فطبعا على مستوى 192 دوله ده تقدم قوي، ده العالم اللي بيشهد مش احنا اللي بنشهد. ايضا تقدمنا مثلا في مؤشر الابتكار المعرفي، احنا دلوقتي السنه اللي فاتت كنا 82 بقينا 72. فطبعا العالم كله مش احنا بس اللي بنقول، عشان ما يقولش ان احنا لا، ده المؤشرات الدوليه بدات تؤكد. حتى اقتصاد المصري تم النمو من الاقتصاد اللي بتنمو سريعا في منطقة الشرق الأوسط، وده حسب كل المؤشرات الدولية والمؤسسات المالية والاقتصادية. قالت ان مصر حتى في أزمة الكورونا ما كانش عندنا بالنقص، كان عندنا بالموجب. فده طبعا دليل ان احنا بدأنا نفكر بشكل مختلف، ان احنا يكون عندنا أدوات تكنولوجية. وطبعا ده بدعم مرة تانية كل هيئات الدولة وترابط الدولة، وان احنا قررت الدولة ان مفيش جزء منعزلة، احنا كلنا فريق واحد، لان هو الاصل كده. التنمية الشاملة في مصر محتاجة كل فرد، التنمية الشاملة في مصر محتاجة القوات المسلحة عشان خاطر تحميها، ده من زمان. لكن دلوقتي مش بتحميها بس، بتحميها وبتنتج كمان منتجات، وبتعمل دعم لكل مؤسسات الدولة في هذا القطار. وده مش احنا بدعناهوش، كل الدول المتقدمة بتستخدم الوحدات الدفاعية والعسكرية عشان تنتج التكنولوجيا، زي الوحدة الضربة الأمريكية، زي الوحدات اللي بتتم في الكيان الصهيوني كتير جدا تبع الجيش، زي اللي في الهند، زي اللي في الصين. وده احنا مش بنعمل بدعة، ده الموجود في العالم كله، أن القوات المسلحة بتنتج التكنولوجيا الفائقة والمتقدمة لشعوبها. الجيش المصري هو أبناء الشعب المصري بأكمله، فبالتالي هم اللي بيبنوا مصر زي ما بقيت كل قطاعات الدولة بتبني مصر. احنا تشرفنا بوجود حضرتك معانا الأستاذة الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث جامعة بنها، والمحاضر وزميل بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. شرفتينا يا فندم. شرف لي يا فندم، كتر خيرك. ومشاهدينا، بطولات وتدريبات وتأمينات وتحصينات ووقفات بجانب الوطن في أعتى الأزمات، فجهد القوات المسلحة معين لا ينضب لخدمة الوطن. مشاهدينا، لمتابعة هذه الحلقة ومزيد من الحلقات تابعونا على مواقعنا، على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ظهر لحضراتكم على الشاشة الآن. دمتم في أمان الله مشاهدينا، هذه كانت حلقتنا في تحية للوطن، بننتظر حضراتكم في حلقات كثيرة قادمة في أسابيع قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.